مشاهدينا نحييكم من جديد. خلال الأيام القليلة الماضية طغت قضية جوهرة أو جوهرة، يعني هي عايزة أن ننطق اسمها بهذه الطريقة، طغت على أحداث كثيرة. ربما كان الاهتمام البعض يعني شاف كلمة بدلة رأس غير مطابقة للمواصفات على أنها مصطلح يعني يستدعي الاهتمام والجدل بشكل كبير. يعني بدأ كمان البعض يقول وشمعنا جوهرة، وبدأ البعض الآخر يتحدث عن صراع الراقصات الأجنبيات في مصر، واهتمام كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المواقع الإلكترونية بقضية جوهرة. وصل الاهتمام حتى لوسائل الإعلام الروسية على اعتبار أنها روسية جاءت إلى مصر واشتغلت فيها. طيب لماذا هذا الاهتمام؟ إيه اللي حصل خلال الأيام القليلة الماضية؟ كيف تم القبض عليها؟ ما هي الاتهامات التي وجهت إليها؟ كيف تعاملت معها؟ تعالوا نناقش، واحنا بنتابع معاكم كل الأحداث التي تحدث على الساحة. تحولت قضية جوهرة أو جوهرة إلى قضية سياسية واجتماعية وفنية. هي معانا بعد انتهاء التحقيق معاها، كان صدر قرار من النيابة بترحيلها، وبعد كده تم إخلاء سبيلها وانتهت القضية وهي معانا. جوهرة أهلا بيكي. جوهرة Welcome. جوهرة، خليني أول سؤال أسألك، اتعلمت الرقص الشرقي إزاي وحبيتيه، ولا هو بالنسبة لك يعني بزنس فلوس يعني؟ طبعا ده أكبر حب في حياتي، لأن أنا بدأت أرقص وأنا عندي 3 سنين. بدأت أرقص رقص لاتيني لكن وأنا عندي 15 سنة، غيرت وبقيت أرقص رقص شرقي. دلوقتي أنا عندي 30 سنة، فبالتالي بقى لي 15 سنة برقص، وطبعا بحبه، مش هو شغل بس. الرقص الشرقي تحديدا كان إيه اللي علمك، اللي علمه لك وحبيتيه إزاي؟ اتعلمت رقص الشرقي بنفسي. من نفس؟ لا، كنت بتشوفي يعني، بتشوفي نماذج من مصر ولا نماذج منين؟ شفتي حالات منين؟ اتفرجت على راقصات من مصر، وكان كمان في راقصات من أوروبا، وبرضو راقصات من الأرجنتين، لأنه طبعا الرقص الشرقي بيرقصوا ناس كتيرة جدا، لكن أول راقصة كانت فيفي طبعا. طيب فيفي عبده يعني؟ فيفي عبده. طيب هبقى أكلمك في الجزء ده، بس خليني أشوف بقى يعني بقى، هيبقى السؤال، أنا السؤال حبا ولا المسألة يعني بيزنس تجارة؟ يعني اكتشفتي انه يمكن انه يجلب اموالا في بعض الدول العربية مثلا. حب للرقص، تقدر تعمل، ما تقدرش تعمل اي حاجة من غير الحب. الفلوس تقدر تكسبها من اي حاجة انت ممكن ما كنتش بتحبها، لكن اللي أنا بعمله مختلف. أنا بكره أعمل حاجة ما بحبهاش، وبالتالي الفلوس مش كل حاجة، لكن الرأس حبي وعشقي، وعلشان كده جيت هنا. وكان قرار صعب بالنسبة لي، لكن أنا أخدته لأني بحب الرأس. أنا سبت أسرتي في روسيا ولفت جوزي في موسكو وهو مستنيني، ولكن قررت أن أنا آجي القاهرة علشان أرقص، علشان أحسن مهاراتي في طيب الرقص. يعني في ناس ممكن تتعامل معه لأنه فن، بس في راقصات تعتمدنا على الإثارة والملابس الخليعة، وتتعامل معه لأنه يعني إسفاف بهذا الشكل.
I'm sorry, I didn't understand about this use. أعيد السؤال. يعني خليني السؤال ده داخل في الاتهام اللي وجه إليك. يعني حينما ألقي القبض عليك فوجئتي بده؟ يعني صدمت، جات لك صدمة، ولا البعض قال لك إن ده بيحدث طبيعي؟ يعني حينما تم القبض عليك تعاملتي مع ده إزاي؟ Of course I was surprised, but I كنت متفاجئة جدا، وطبعا ده أذاني جدا، وسمعت انه حاجه عاديه واجراء عادي هنا. طبعا ما كنتش مستعده، وما كنتش عمري ما فكرت في ان ده ممكن يحصل. طبعا كانت مفاجاه وصدمه. متذكره ايه اللي حصل؟ بالتاكيد مش ناسي، يعني ده لسه من ساعات قليله، من ايام قليله. يعني كيف تم القبض عليك؟ يعني برقص في كباري، وتم القبض عليا في الكباري. في الاتهامات الاتهامات اللي تم توجيهها إليكي، اللي هي يعني أدت إلى حالة اهتمام كبيرة، قالوا بدلة رأس غير مطابقة للمواصفات، الحض على الفسق والفجور. يعني دي الاتهامات اللي وجهتها لك النيابة؟ المشكلة هو أنا مش عارفة. المشكلة إن أنا مش فاهمة بوضوح الأسباب اللي أدت للقبض عليا، لأن أنا رحت الشرطة، وبعدين كان في مكان للتحقيقات، وكل مكان بيتكلم عن حاجة مختلفة. البعض بيتكلم عن مستندات، البعض التاني بيتكلم عن البدلة. فأنا لحد دلوقتي مش فاهمة إيه السبب الحقيقي. أنا عارفة إنه في سبب آخر تماما وراء القبض عليا، لكن أنا مش فاهماه. وأعتقد إن لازم يمر شوية وقت علشان أعرف إيه هو السبب الحقيقي، ولكن أنا ما أعتقدش إن تعتقد إيه السبب يا جوهرة؟ إيه السبب؟ لا بالتأكيد أنت عارفة في سبب. هل مثلا في صراع بين راقصات أجنبيات في مصر، من يحصل على النصيب الأكبر من الحفلات والأفراح وغيره، هو ده اللي أدى إلى إن البعض يعني يحرض ضدك؟ أعتقد إن ده احتمال، لكن القضية دي أصبحت صعبة جدا. يعني مثلا كان الموضوع كان صعب جدا جدا على الجانب المصري وعلى الجانب الروسي كمان. ما اعتقدش انه راقصة ما هي اللي بلغت عني مثلا او عملت المشكلة دي. لا بس انت لما بتقولي في سبب، يعني سبب خافي، يعني ايه السبب تعتقدي او اللي انت بتخمنيه؟ يعني أنا مش عارفة. طيب خلوني، عشان كمان أنا دخلت على طول مع جوهرة، أقدم مدير أعمالها الأستاذ باسم عبد المنعم. أستاذ باسم أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. لكن لازم ندخل بس معاه على طول في لب القضايا. أستاذ محمد صالح المحامي اللي كان معنا أيضا في مداخلة تليفونية سابقة. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك. هكمل بس مع جوهرة وبعد كده نشوف. جوهرة، في السؤال اللي انا بساله لك، اللي انت قلتي يجوز في يعني تهمه الحض على الفسق، مش هي الحض على الفسق والفجور النيابه وجهت لها بالظبط الحض على الفسق والفجور؟ اربع اتهامات، اربع اتهامات، وهي اول اتهام ان هي بتعمل في مصر بدون اعتماد من وزاره القوى العامله، تاني حاجه ان هي بترقص من غير تصريح من نقابه المهنه التمثيليه، تالت حاجه التحريض على الفسق والفجور، رابع حاجه البدله الغير مطابقه للمواصفات. طيب التحريض على الفسق والفجور، بالتاكيد سئلتي في ده في النيابه، جاوبتي بايه في التحقيقات؟
ما سألونيش عن أي حاجة زي كده مباشرة، لكن اللي أنا عرفته من الأخبار الروسية، لأن بعض أصدقائي بعتولي الأخبار الروسية، بعتلي الاتهامات دي وعرفت إن في تهمة زي دي، لكن لما تم استجوابي لم يطرح علي أي سؤال بهذا الشأن. ما فيش ناس كتيرة كلمتني أصلا أثناء هذه الإجراءات. أنا ما فهمتش أي حاجة تماما، ما حدش اتكلمني، أنا كنت لوحدي، ما كانش في حد معايا، أنا في بلد أجنبية ومش فاهمة إيه اللي بيحصل تماما. ما حدش وجه لي اتهامات مباشرة 1 2 3 4، لا أنا ما فهمتش إيه الاتجاهات أو عفوا الاتهامات. دي أول مرة يتم القبض عليكي فيها في دولة عربية بهذه التهمة، ولا قبض عليكي من قبل في أي قضية من هذا النوع؟ لا طبعا أنا ما اتقبضش عليا قبل كده، دي أكبر صدمة حصلت لي في حياتي، وأكبر صدمة لأهلي كمان وكل الناس اللي تعرفها، وأتمنى أنها تكون آخر صدمة. بتقولي في صدمة لأهلك، في روسيا بعض وسائل الإعلام الروسية اهتموا بالقبض عليكي؟ ده صحيح، في التلفزيون الروسي بينشر الخبر كمان، أنا ما كنتش عارفة إن الخبر حينتشر على هذا النطاق، لكن موجود، الخبر موجود في كل حتة. بتقولي أهلك كمان، أهلك عايشين في روسيا؟ بالضبط. كان رد فعلهم إيه؟ أولا اتصلت بجوزي لما كان معايا التليفون، لأن بعد كده اتخذ التليفون مني. طبعا كلمت جوزي أول حاجة، وطبعا كان مصدوم وحاول إن هو يكلم الشخص اللي موظفني، وبعد كده حاول إن هو، أنا عايزة أشكر جوزي وأسرتي وأصحابي كمان، كل الناس في الجانب الروسي حاولوا إن هم يساعدوني بأقصى قدر ممكن. اتصلوا مسؤولين واتصلوا بمؤسسات ذات مستوى رفيع علشان قضيتي. طبعا كانت يعني اتصدموا وبدأوا ان هم يتفاعلوا ويبقى رد فعلهم سريع علشان يخرجوني بسرعة. بالنسبة لأهلي ما اتكلمتش مع أسرتي، اتكلمت مع جوزي بسرعة، بعد كده ما كانش معايا تليفون، وبعد 3 أيام اتكلمت مع ماما لما خرجت من السجن. طيب، في مسؤولين في السفارة الروسية في القاهرة حضروا التحقيقات معاكي؟ حد من المسؤولين؟ طبعا، ده صحيح، نائب القنصل وبعض الموظفين من السفارة. في الوضع ده وفي هذه الحالة كان في عدد كبير جدا اشتغلوا على الموقف، حاولوا ان هم يخرجوني من اللي انا كنت فيه. طيب، لما صدر قرار بترحيلك من مصر، بدأت تستعدي لده وتشوفي ازاي هتسافري؟ وده يعني احزنك انك معنى الترحيل من مصر يعني لن تستطيعي دخول مصر من جديد، يعني ازاي تعاملتي مع ده؟ في اللحظة دي أنا كنت سعيدة جدا بأي قرار، لأنه بعد 3 أيام من السجن ومش عارف إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل لك بعد كده،
وكل الناس بتقول خلينا نستنى 5 دقايق وهنخرج 5 دقايق وهتخرجي وثلاث ايام بهذا الشكل ومش عارفة اتوقع ايه بالظبط. وطبعا الواحد كنت تايهه وفقدت الامل كمان. على الاقل قرار الترحيل ده قرار، وقلت طيب على الاقل ده القرار اللي صدر. لكن طبعا احبطت، كنت محبطه جدا لانه كنت عايزه اشتغل في القاهره لانه كان مهم جدا. كل راقصه شرقيه محترفه بتكون مهتمة إنها تشتغل في القاهرة، لأن القاهرة هي أم الرقص الشرقي. فاللي أنت تقدر تعمله هنا أو اللي هتقدر تحققه هنا مش هتقدر تحققه في أي مكان تاني، وبالتالي كنت حزينة جدا. طيب عشان كده البعض بيقول يعني إنه في صراع، هعيد السؤال تاني بشكل صراع بين الراقصات الأجنبيات في مصر، يعني في أسماء زي الصفينار وغيرهن، يعني تعتقد إنه ممكن في حد يقول لما نمشيها من مصر فيعملوا محاولات من هذا النوع، يعني يعملوا لك قضية يخلوا بعض الأشخاص أو بعض الجهات يعملوا لك قضية من هذا النوع؟ تقصد ان هو زي يعني صراع بين الفتيات؟ طبعا فكرت في حاجة زي كده، فكرت في حاجات مختلفة، حاجات ممكن لا يصدقها عقل، ولكن المرة دي ما اعتقدش ان الموضوع له علاقة بالحرب بين الراقصات. لا ممكن اكون ساذجة، لكن أنا أؤمن بأننا كلنا مهتمين بالرقص لأن كلنا مختلفات. صفينار عندها ستايل بتاعها، دينا عندها الستايل بتاعها وعندها أسلوبها، وطبعا هذا التنوع ده شيء رائع، وأنا فعلا بحبهم كلهم. وطبعا في راقصات شرقيات روسيات، عندي صديقات من موسكو ولسه بنتكلم وبنتقابل، وانا مش هقدر اصدق ان في اي حد فيهم عمل ده فيا. طيب طبعا في الجانب الاخر، يعني ما هو البعض ممكن يسأل لماذا تم القبض عليك؟ يعني هنشوف السؤال ده مع الأستاذ محمد أيضا، المحامي، مع الأستاذ بس. بس هنا لو أنا سألتك في المكمل ده، لما لاحظتي تعتقد الناس اهتموا ليه بالقضية؟ يعني معظم الناس ما كانوش يعرفوا جوهر أو جوهر، لكن حصل اهتمام. هل الاهتمام لانه في حكايه بدله راس غير مطابقه للمواصفات فالناس استفزهم هذا التعبير، يعني على اعتبار انه ما كلها بدل راس، تعتقد ليه الناس اهتموا بقضيتك؟ اعتقد ان الناس كانوا مهتمين بقضيتي لان انا شخص يعني شخصيه ممكن تدعو للاهتمام. لكن السبب هو إن الخبر تم أو انتشر في جميع أنحاء العالم، وإنه الاتهامات الموجهة ليا كانت منتشرة في الإعلام، وفي ليلة واحدة الناس كلها عرفتني، وأعتقد إنه علشان كده الناس كانت مهتمة. أنا مش عارفة ليه الناس مهتمة بيا، لأنه واحد مثلا نشر الفيديو بتاعي وانا ما توقعتش اللي حصل، وطول الليل ناس عماله تكلمني على التليفون وعمالين يعرضوا عليا الشغل علشان فقط الفيديو اللي طلع على الانترنت. يعني بعد اليوم التاني الشرطه جت خدت. يعني بعد نشر الفيديو، يعني الـ بعد ما انتشر الفيديو بتاعك ده الشرطة قبضت عليكي في اليوم التالي؟
بالظبط. الليلة اللي بعدها على طول. طيب مش جايز الفيديو فعلا في اعتماد على الإثارة وعلى ان يبقى في نوع من الاعتماد على الجسد والإثارة، وده الحقيقة يمكن انه يعتبروه انه بمثابة حظ على الفسق والفجور، اللي هي التهمة اللي توجهت لك يعني. يعني جايز انت اعتمدتي بتعتمدي في الرقص على التعري وعلى الإثارة الشديدة يعني. البدلة كان ما فيهاش مشكلة، وأعتقد أنه مصمم الأزياء اللي عمل البدلة نشر إزاي البدلة عملها، وأن البدلة فيها شورتس، وأعتقد أنها وفقا للقواعد ومطابقة للمواصفات. لكن أنا حبيت إنه البدلة شكلها طبيعي، وإنه الشورت ما يبقى شكله باين قوي. المرة دي طبعا كان الموضوع مشكلة، والناس ما فهمتش أو ما خدتش بالها إن أنا لابسة شورت. يعني أنت لو بتسأل أنا كنت برقص من غير هدوم، لا، كل حاجة كانت متغطية. لكن هما استاذ محمد في بعض في اتفضل. اوكي، بس مش عارفه، انا مش عارفه السبب الحقيقي في الفيديو ده. لكن كل مره اطلع على المسرح اشوف الناس بتتفاعل ازاي معايا، علشان كده ده سبب ان انا جيت القاهره، ازاي بيبصوا لي وازاي بيعجبوا بيا. طبعا ده بيديني قوه وطاقه. لو حسيت بحاجه زي كده مره واحده في حياتك مش هتنساها، علشان كده ما اعتقدش ان الموضوع متعلق بالزي او بالبدله او بالاسلوب، لان اي حد يقدر يلبس بدله حلوه او يرقص بشكل معين او حركه معينه. الجمهور بيحبوك وانت بتحبهم، وفي زي رابط ما بينكم، وهو ده نجاح، سبب نجاح الفيديو. واضح ان انت حبيتي الاضواء هنا في مصر لما اتقبض عليكي، وحسيتي ان الاضواء دي كلها هتضيع يعني. واضح ده اللي صدمك يعني. ليه؟ أنا لما اتقبض عليا كان في أضواء عليا أكتر من أي وقت تاني. أضواء عليك أكتر، وجالك شغل أكيد أكتر. يعني بدأوا يكلموكي يعني اعتمادا على إن خلاص في قضية فيها ضجة، فجالك أفلام، جالك أكيد يعني حاجات من دي. حفلات. صحيح، اتعرض عليا أفلام. بس في الحقيقة طرح عليا أو اتعرض عليا قبل القضية كمان. قبل القضية، بس انت شايفة ان القضية عملت لك شهرة أكتر. طبعا طبعا شهرتني أكتر. يعني لو حد عايز يأذيني أعتقد إنهم فشلوا، لأن اللي حصل إن أنا دلوقتي بقت مشهورة أكتر. تعتقدي مين اللي عايز يأذيك؟ هل في أنا عندي يقين إنه ده صراع على كعكة فلوس بتيجي من الحفلات، بتيجي من الأفراح، بتيجي من المناسبات يعني. فواضح في ناس حسوا إن أنتِ بتاخدي جزء كبير من كعكة الفلوس دي، فيلا يلا تعالوا نتخلص منها يعني. مرة تانية ده احتمال، لكن أنا ما عنديش فكرة. أنا عايز أشرح لك إنه أنا هنا بقالي فترة قليلة جدا، وأنا ده اليوم الرابع من مجيئي للقاهرة. بس جيتي قبل كده. جيت بس برضو الفترة قليلة جدا، وبعد كده قعدت في موسكو فترة طويلة والصين، وبعد كده رجعت.
يعني أنا باجي تلات أيام أو اليوم الرابع اتقبض عليا، اللي أقصده إني أنا مش يعني الجو أنا مش مألوف بالنسبة لي، وأنا لسه بالنسبة لي البيزنس أنا لسه مش فاهماه لحد دلوقتي، لأن أنا لسه واصلة وأنا مش عارفة اللعب اللي هو القذر يعني في البيزنس. علشان كده أنا ما أقدرش ألوم أي حد لأنه أنا لسه ما أعرفش إيه اللي بيحصل. نائب القنصل تدخل بشكل قانوني يعني وبشكل دبلوماسي للإفراج عنك. Release you, the consul. أعيد السؤال تاني، نائب القنصل. عارفة اتقابلت قابلت نائب القنصل وشرح لي الإجراءات. أوكي نو أم سوري وشرح لي الإجراءات وإيه اللي هيحصل دلوقتي وإن أنت هيرحلوكي فاستعدي، بس ده اللي هو قاله لي. إزاي بقى أتكلم مع الشرطة أو استخدم إيه الأسلوب أنا معرفش، يعني اتكلمت معاه بس قليل قوي. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل مع جوهرة أو جوهرة التي أثارت جدلا شديدا خلال الأيام القليلة الماضية. الناس اهتموا جدا بقضيتها، زي ما قلت جايز التعبير اللي احنا بنشوفه دايما في صفحات الحوادث، تم ضبطها ببدلة رأس غير مطابقة للمواصفات، فالناس طبعا بتتعامل معه كله بدل رأس، بالإضافة إلى الكلام عن صراع فلوس، يعني صراع كعكة فلوس متعلقة بالرقصات الأجنبيات في مصر. هكمل معاها بعض الأسئلة في قضية أثارت اهتماما كبيرا.